السلام عليكم. اليوم غادي نروي لكم قصة وفاة إيري السلام. هي قصة من وحي الحقيقة بعيدة كل البعد عن الخيال. آخر مرة تم المشاهدة ديال هاد المرأة السيدة اللي سميتها إيري السلام كان في 31 يناير 2013 في الصالة ديال لوطيل وسط مدينة لوس أنجلوس. كانت كدوز الإجازة ديالها على البحر، وكانت بطبيعة الحال بحكم أنها كانت مدونة كبيرة كتوثق الرحلة على المدونة ديالها كل يوم، وكانت كتهاتف والديها وتصل بيهم كل يوم بدون قطع. في 31 بالضبط توقفت هذيك المكالمات واختفت لام عن الأنظار، ما بقى عندها حتى شي حس. وسرعان ما هاد المشكل ديال الاختفاء ديالها أثار القلق ديال والديها اللي بدورهم قاموا بتبليغ الشرطة. ومن خلال البحث والأبحاث اللي داروها الشرطة ظهرت ليهم لقطات من الكاميرا في ليسانسور ديال لوطيل اللي كانت جالسة فيه. كتبين اللقطات ديال الكاميرا أن التصرف ديال السيدة إليسا كان مختلف، كانت كتصرف واحد التصرف اللي غريب. كانت كتبين الكاميرا أنها كتهضر مع أشخاص اللي ما كانوش كيبانوا في الكاميرا، غير مرئيين. كتشوف اللقنات ديال لاسانسور، كانت مرات تحنا مرات توقف، مرات تفتح الباب، مرات تسدو ديال لاسانسور. وهادشي اللي كان كيوقع في هاد الفيديو كان كيثير اسئله كثيره بزاف، اسئله اللي كانت اكثر من الاجابات. وكان وحده من بين الاجابات ان يمكن يكونوا مهاجمين مجهولين ما كيبانوش للكاميرا. في داك الوقت بالضبط النزلاء ديال لوطيل كانوا كيقدموا واحد البلاغات مختلفة، وبلاغات كثيرة، بلاغات ماشي مختلفة، يعني بلاغات في نفس الموضوع اللي هو موضوع الإمدادات المياه اللي كانت في لوطيل. كانوا كيديروا واحد الشكايات كثيرة، كل شي كان كيتشكى من المشكل ديال الماء، حيث واحد السيدة كانت جالسة تما 8 أيام في لوطيل كتعاود قالت لهم أن العوم كنت كنعوم بصعوبة، حيت ملي كنت كنفتح الروبيني الماء كيكون كحل ومن بعد ثواني قليلة كيرجع للطبيعة ديالو. وبحكم أنني جلست 8 أيام في لوطيل ما كانش هادشي في الأول. وكملت ليهم قالت لي حتى الماء ديال الروبيني كان المذاق ديالو خيب بزاف. وفي الصباح ديال 19 فبراير وبالكم الهائل اللي تلقاه لوطيل ديال الشكايات، قرر انه يطلع واحد من الموظفين ديال لوطيل للسطح ويستخدم السلم اللي باش يتحقق بالخزانات ديال المياه اللي كلشي كان كيتشكى من الماء. هنا كانت الصدمه ديال هذاك الموظف ملي لقى واحد الجثه هامده ومتحله، يعني كانت قليل الاشلاء اللي كانوا كيبانوا لي. وهاد الجثة كانت راجعه لإليسا لام اللي تم العثور على الاغراض ديالها الشخصيه في مكان قريب من لوطيل. وكيكمل لينا احد التقنيين ديال الفندق كيقول على ان الخزان كان عنده واحد المزلاج معدني صعيب ان واحد عادي ولا سيدة، خصوصا سيدة، انها تفتحو. وكملات السلطات وقالوا بان الوصول للسقف ديال لوطيل كان مأمن بجهاز انذار، يعني من المستحيل انها تطلع بلا ما يدق الانذار. ولكن فيما بعد تم اكتشاف غرفة داخل الفندق عندها واحد تاريخ غير عادي، تاريخ خيب بزاف، لواحد الشخص اللي كان تاهم بارتكاب 14 جريمة قتل في الثمانينات، عاش في الطابق 14 لعدة أشهر، شهور كتير، بالضبط في سنة 1985. والقاتل المتسلسل الدولي جاك أنترويغز كيشتبه في أنه قتل 3 عاهرات خلال هذه الفترة اللي عاشها تما في هذاك لوطيل، وبالضبط في عام 1991، اللي من بعد انتحر في السجن عام 1994.
ومن بين الأحداث اللي توالت على هذا الوطيل، في عام 1962 نقزات واحد السيدة من وحدة من النوافذ ديال هذا الوطيل وقفزات على واحد من بين المارة اللي كانوا غادين ديك الساعات اللي هبطات عليهم، وكانت إلي السلام كتسكن هاد الغرفة نفسها اللي كانت كتسكن هاد المرأة اللي انتحرت من الشرشم. إذا ما عرفناش شنو نقول، واش هذا نحس بهاد الوطيل ولا قدر كان مكتوب لإليسا لامز أنها تموت في هاد الفندق.